بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات المرحلة الثانوية العامة، مرحبا والله بالصف الثالث الثانوي رقم من الثلاثي عزت لشرح تبسيط قواعد اللغة الإنجليزية. إن شاء الله مستمرون معك في مراجعة منهج العام 2021 من كتاب جيم. راجعنا هي العام 2021، وصلنا لمراجعة أو مستمرين في مراجعة الواحد أو واحد واثنين، وصلنا لـ Advanced and Open General Exercise، التدريبات المتقدمة والمفتوحة والعامة، وده على جزء الجرامر الواحدة واحد واثنين. بدأت التدريبات قدامك دي موجودة على صفحة 42. الجملة الأولى تقول لك إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. He gave her an expensive diamond ring. هو أعطاها خاتم من الألماس غالي جدا. But ولكن كذا didn't like it. إيه اللي ناقص هنا هو؟ اللي ناقص معايا واضح من الجملة إنه عايز ضمير فاعل. يبقى هير التي تشير إلى ضمير صفة ملكية خطأ. هيرز ضمير ملكية خطأ. هير سيلف ضمير منعكس خطأ تماما. شي ضمير فاعل هي الإجابة الوحيدة الصحيحة في جملة رقم واحد. اتنين بدأ فراغ. Are some people in the waiting room. كذا يوجد بعض الناس أو بعض الناس في حجرة الانتظار. طيب they want to see you. هم يريدون أن يروك. يبقى عايز they ضمير فاعل، ولا عايز theirs التي تشير إلى ضمير الملكية، ولا their بمعنى يوجد، ولا ذم مفعول به. أنا عايز there بمعنى يوجد. إجابة واحدة صحيحة في جملة رقم 2 عشان بجملة على بعضها. There are some people in the waiting room. يوجد بعض الناس في حجرة الانتظار. There إجابة واحدة صحيحة في جملة رقم 2. طيب نروح لجملة رقم 3، واللي بيقول لك فيها بدأ فراغ. Bad luck حظ سيء. That she failed أنها سقطت. It's التي تشير إلى الملكية، تمام، اللي قدامك دي تمثل ضمير ملكية أو صفة ملكية، هما الاثنين في نفس الشكل، ولا it is اللي هي it وراها verb to be is، ماشي، ولا it ضمير فاعل، ولا it self ضمير منعكس. ضمير منعكس اللي معناها منعكس على النفس يعني، ولا it self معناها بنفسها. it's اللي هي it is اللي واخدة قدامك it وبعد كده بصرف و is. إجابة وحيدة في جملة رقم 3 بمعنى it is bad luck، معنى إنه لحظ سيء. It is إجابة صحيحة في جملة رقم 3. 4 بيقول لك You should take care of. يجب عليك أن تعتني بإيه؟ إيه اللي هيجي هنا؟ يا ترى yourself ضمير منعكس معناه بنفسك، ولا yours التي تشير إلى ضمير الملكية، ولا your ضمير فاعل، ولا your تمثل صفة ملكية. هنقول yourself لأن ده تعبير معناه يجب أن تعتني بنفسك. You should take care of yourself. دي الإجابة الوحيدة الصحيحة اللي تنفع في رقم 4. 5 بيقول لك although Rana is only 5 years، على الرغم من ان رنا عمرها 5 سنوات فقط. she can ايه يمكنها ايه؟ يا ترى dress hers dress وجاي وراها ضمير ملكيه، ولا be dressed مبني للمجهول، ولا dress في شكل المصدر، طبعا كلهم بمعنى يلبس، تمام، ولا dress herself تلبس نفسها. هي دي الاجابه بتاعتنا dress herself تلبس نفسها، لان رنا هنا هي الفاعل والمفعول في نفس الوقت، والضمير المنعكس اللي هو هيرسلف ده ينفع اجيبه لما يكون فاعل الجمله ومفعولها واحد. الفاعل هنا شي والمفعول هو، فخليناها هيرسلف دريس هيرسلف. اجابه واحده صحيحه في جمله رقم 5. طيب ماشي نروح لجمله رقم 6، واللي بيقول لك فيها هي سيتنج ان فرونت اوف. هو يجلس امام ايه؟ يا ترى ماي سيلف ضمير منعكس، ولا ماي التي تشير إلى صفة ملكية، ولا مي مفعول بي، ولا ماين ضمير ملكية. هي sitting in front of me، هو يجلس أمامي، أنا محتاج مفعول بي، محتاج ضمير مفعول بي مي. إجابة واحدة صحيحة في جملة رقم 6. 7 بتقول لك فيها I would like you to meet a friend of. أنا أود أن تقابل صديق من إيه؟ يا ترى مي ضمير مفعول، ولا ماين التي تمثل بتاع ده ضمير ملكيه، ولا ماي سيلف ضمير منعكس، ولا ماي صفه ملكيه. انا هاخد ماين ضمير ملكيه. طيب وهنا نقول ايه الفرق يا شباب ما بين ماين اللي هي ضمير ملكيه وماين اللي هي صفه ملكيه؟ ضمير الملكيه ما يجيش وراه اسم المملوك، خلاص بيبقى سبق ذكره، انما ماي اللي هي صفه ملكيه يجي وراها الاسم اللي انت بتمتلكه. وده الفرق ما بين ماين وماين، هما الاثنين يشيلوا الملكيه. هاخد ماين ضمير ملكيه. إجابة واحدة صحيحة في جملة رقم 7. 8 بيقول لك فيها She stayed at her. هي كانت مقيمة في her ايه؟ وبعد كده جايب house last night.
هاوسب معنا منزلس نايت الليلة الماضية. يا ترى mother in laws ولا mothers in law ولا mothers الابوستروف هنا جاية بعد الاس in law ولا mother in laws؟ انا هاخد الاختيار ايه اجابة واحدة صحيحة. ليه؟ لان هنا هو عايز ملكية لمفرد. معنى الجملة على بعضها هي كانت مقيمة في بيت الست اللي تعتبر والدتها في القانون، يعني ده معناه ان هي مرات ابوها يعني، تمام كده ماشي. فده اللي هيخليني هاخد الملكية ماشي لهذا المفرد، وبحط ابوستروف اس الملكية في اخر اسم، ما ينفعش احطها قبل كده يعني، ما ينفعش احط لها في كلمة مذر زي ما هو موجود في الاختيار بي، وما ينفعش احطها بعد مذرز لان دي مش جمع، ده بتكلم عن مفرد، وما ينفعش احطها بعد لو واجيبها في شكل الجمع زي ما انت شايف كده تبقى ابوستروف الاس الاول وبعدين ابوستروف، ده خطا تماما. انا عايز ملكيه مفرد فبحط الابوستروف اس في اخر اسم موجود في الجمله او في الكلمه اللي عندي، ده اللي هيخلي mother in laws اجابه وحيده صحيحه في الجمله رقم 8. طيب ماشي، نروح للجمله رقم 9 ومنها نشوف رقم الصفحه اللي احنا شغالين عليها، صفحه 42. بيقول لك poor Nancy she doesn't seem كذا lately. poor Nancy انا مش معناها نانسي الفقيره، انا اقول لك نانسي المسكينه يا عيني، لاني هي في حاله ليست جيده. she doesn't seem هي لا تبدو ايه بقى lately مؤخرا؟ her والتي تشير الى صفه ملكيه، ولا hers التي تشير الى ضمير ملكيه، واحنا خلاص شرحنا الفرق ما بين ضمير ملكيه وصفه ملكيه، وعلى فكره كتاب جيم عندك في المراجعه النهائيه جايب الحكايه دي قبل الصفحات اللي احنا شغالين عليها دي مباشره، تقدر تراجع الحاجات دي معاه. ولا وان سيلف ولا هير سيلف، هنقول هير سيلف يعني ايه بقى؟ لا تبدو نفسها، يعني اللي انت عارفها او طبيعتها اللي انت عايز عليها. محتاج ضمير منعكس في الجمله رقم 9، هير سيلف ضمير منعكس، اجابه واحده صحيحه في الجمله رقم 9. 10 بيقول لك فيها this car isn't mine، هذه السيارة ليست ملكي، مش بتاعتي انا. it belongs to تخص مين؟ تخص مين؟ themselves ضمير منعكس للي جاي من they طبعا، ولا theirs التي تشير الى ضمير ملكية، ولا them ضمير مفعول، ولا they ضمير فاعل. اقول لك it belongs to them تخصهم، انا محتاج ضمير مفعول، وده اللي خلاني خدت them، اجابة صحيحة في الجملة رقم 10. طب نروح لصفحة 43 عشان نكمل التدريبات المتقدمة على الوحدة 1 و2، وده الجزء اللي جاي بعد الجرامر. بيقول لك they will leave on، هم هيغادروا ايه بقى؟ يا ترى tonight flight ولا tonight's flight، هنا في ابوستروف اس ملكية للمفرد اهي، ولا tonight's flight في ملكية للجمع الابوستروف جاية بعد الاس، ولا tonight flights الحكاية جمع وما فيش فيها اي حاجة. الإجابة بتاعتي تو نايتس فلايت، أنا عايز ملكية المفرد هو الاختيار بي، أدي تو نايت والأبوستروف إس بتاعتي الملكية أهي، وأدي فلايت تو نايتس فلايت بمعنى رحلة الليلة اللي هي بتاعت النهاردة يعني، تو نايتس فلايت إجابة واحدة صحيحة في الجملة رقم 11 زي ما قلنا فيها ملكية للمفرد. 12 بيقول لك إيه في 12؟ ذات مان أوفر ذير إز أ ريليشن أوف، هذا الرجل اللي واقف هناك قريب لمين؟ A relation of ايه بقى؟ يا ترى مين التي تمثل ضمير ملكيه، ولا مي التي تمثل ضمير مفعول، ولا ماي سيلف ضمير منعكس، ولا ماي صفه ملكيه؟ انا عايز مين، لان احنا قلنا الفرق ما بين ضمير الملكيه وصفه الملكيه ان صفه الملكيه تجيب وراها المملوك اللي هي ماي، كنت هقول ماي ريليشن مثلا، لكن ضمير الملكيه ما بتحتاجش تجيب وراه اسم المملوك، خلاص مش محتاج تجيب وراه اسم المملوك لانه بيكون سبق ذكره قبل كده، ده اللي يخلي ماين ضمير ملكيه، اجابه واحده صحيحه في الجمله رقم 12. 13 بيقول لك ايه فيها؟ This is جاي فراغ هاوس، هذا كذا منزل، ماشي. They live in one house، هم الاثنين عايشين ايه؟ عايشين في بيت واحد، تمام. يبقى اقول علز اند احمد، خليت الملكيه عند اول شخص اللي هو علا، ولا علا اند احمد مفيش ملكيه خالص، ولا علز اند احمد زي الملكيه عند علا ومتكرره عند احمد، ولا علا اند احمد زي الملكيه عند الطرف الاقرب للمملوك. هناخد الاختيار دي اللي هو علا اند احمد هاوس. ليه؟ خليت الملكيه مع اخر طرف او اقرب طرف للمملوك، لان الطرفين او الشخصين انت بتتكلم عنهم هما الاثنين موجودين في نفس البيت او بيمتلكوا هما الاثنين نفس البيت، خلاص؟ فخليت الملكيه على اقرب مالك،
اللي هي الابوستروف اس خليتها مع احمد ماشي، وده يخلي علا عند احمد اجابه وهي صحيحه في جمله رقم 13 الاختيار دي. نروح لجمله رقم 14 واللي بيقول لك فيها مستر جاي فراغ offices السيد كذا مكاتب are being painted at the moment بيتم دهنها في هذه اللحظه. يا ترى علي اند مس علا مفيش ملكيه خالص هنا، ولا علي اند مس علا زي الملكيه عند مس علا لوحدها، ولا عالز عنده ملكيه اند مس علز عندها ملكيه، ولا عالز عنده ملكيه اند مس علا ما عندهاش. خلي بالك ان كلمه offices جمع، يبقى ده معناه ان الماك ده بيتكلم عن حاجه جمع، يبقى السيد علي والسيدة علا هما الاثنين كل واحد فيهم ينفع يكون مالك، فخلينا عالز اند مس علز اللي هي الاختيار سي اجابه صحيحه في الجمله رقم 14. قلنا السبب ايه؟ ان كلمه offices جمع، ده معناه ان الاثنين يمثلوا طرف مالك، علي يمثل مالك ومس علا تمثل مالك، فجبنا ابوستروف اس عند علي ملكيه للمفرد، ابوستروف اس عند علا ملكيه للمفرد، فده اللي يخلي عالز اند مس علز الاختيار سي اجابه صحيحه في جمله رقم 14. 15 بيقول لك فيها I think I just saw a dog in front of your house، انا اعتقد ان انا يا دوب اللي شفت كلب امام منزلك. Is it وجاي فراغ، هل هو ايه بقى؟ يا ترى يور ودي تمثل صفه ملكيه، ولا يورز ضمير ملكيه، ولا يور سيلف ضمير منعكس، ولا يو ضمير فاعل. انا هاخد يورز اجابه صحيحه تمثل ضمير ملكيه، واحنا قلنا الفرق ما بين صفه الملكيه اللي هي يور دي محتاج وراها اجيب اسم المملوك، لكن ضمير الملكيه اللي هو يورز مش محتاج اجيب بعده المملوك لان سبق ذكره قبل كده. يورز اجابه صحيحه في جمله رقم 15 ضمير ملكيه. 16 بيقول لك فيها lots of people are coming to the party، الكثير من الناس جايين للحفله. طيب it looks like ايه بقى؟ going to be fun، يبدو ايه؟ انها تبقى يعني في حاجه فيها دعابه وكده. it's اللي هي it is it وراها is يعني، ولا itself ضمير منعكس على it، ولا it لمفعول او فاعل تنفع في الحالتين، ولا it's التي تمثل صفه ملكيه او ضمير ملكيه. لا انا اقول it's. ليه؟ لان دي اتز وبعد كده بكمل وراها going to be fun، ده اللي هيخلي في جمله رقم 16 اتس اجابه وحيده صحيحه لاختيار ايه اللي تساوي اتز. طيب نروح لجمله رقم 17 واللي بيقول لك فيها a guard dog bit the thief on، كلب حراسه عض اللص on ايه بقى؟ لج as he was trying to escape، وفي لانه كان بيحاول الهرب. يا ترى ذير التي تشير الى صفه ملكيه، ولا هم سيلف ضمير عكسي من هي، ولا هم مفعول به، ولا هز ملكيه تمثل طبعا ايه صفه ملكيه او ضمير ملكيه في الحالتين واحد بنفس الشكل. ها يا ترى ايه بقى؟ واخد بالك محتاج هنا محتاج ملكيه بهز هز ليج، لان الحرامي ده واحد بس ثيف، فده اللي يخليني هتاخد هز ماشي صفة ملكية إجابة صحيحة في جملة رقم 17 هز. 18 بيقول لك فيها it seems that يبدو كذا is a mistake in these figures، يبدو كذا إن إيه في خطأ في هذه الأشكال. يا ترى it ضمير مفعول أو فاعل، ولا it's ملكية سواء صفة ملكية أو ضمير ملكية من it، ولا there بمعنى يوجد، ولا there اللي هي تشير إلى ضمير الملك تشير الى صفه ملكيه، زير هنا تشير صفه ملكيه، لا انا عايز زير بمعنى يوجد عشان معنى جمله it seems that there is a mistake، يبدو انه يوجد خطا. زير اللي هي اتش اي ار اي بمعنى يوجد اجابه او حي صحيحه في جمله رقم 18. طب نروح لجمله رقم 19 واللي بيقول لك فيها فراغ takes half an hour كذا يستغرق نصف ساعه to get to work للوصول على العمل and I'm already late وانا اتاخرت بالفعل. طيب اقول it ضمير فاعل او مفعول لغير العاقل طبعا، ولا it's اللي تشير الى الملكيه سواء صفه ملكيه او ضمير ملكيه، ولا it is، ولا itself ضمير منعكس. انا هاخد it لان عندي صياغه اسمها it takes بمعنى يستغرق، بمعنى يستغرق. it اجابه صحيحه في الجمله رقم 19. عشان بيقول لك فيها وي شود لوك ات ذس، يجب ان ننظر لهذا ايه؟
يا ترى ويك تايم تيبل، مفيش ملكيه هنا، هو طبعا جدول اسبوع معناها بس مفيش ملكيه، ولا ويك تايم تيبل حاطط ابص في اس الملكيه عند ويك، تمام، ولا ويك تايم تيبل دي ملكيه للجمع، ولا ويك تايم تيبلز اللي هي تشير الى الجمع ومفيش فيها ملكيه خالص. لا انا عايز ويك تايم تيبل جدول الاسبوع، لان هنا هو التايم تيبل هو المملوك لمين؟ هو المملوك الجدول هنا هو المملوك للاسبوع، وده اللي خلى ويك تايم تيبل اللي هي بص بس الملكيه هنا هو عند الاسبوع، مش عند، مش في حته تاني خلاص، وده ملكيه للمفرد مش ملكيه للجمع زي ما موجود في سي، فده اللي هيخلينا ناخد ويك تايم تيبل ملكيه للمفرد في الاختيار بي، اجابه صحيحه في رقم 20. وكده يبقى انتهى الادفانسد اند اوبن جينكس اكسرسايز اللي كان جاي على الجرامر او بعد الجرامر بتاع الوحده واحد واثنين. ان شاء الله انتظرونا في مزيد من فيديوهات حل ومراجعه المنهج بتاعك العام 2021 مع معلم خبير زي مستر عزت من مدرسه الشيماء الثانويه بالمحافظه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.